ميشيغان المتأرجحة وبالتحديد من مطار ديترويت العربية ترافق حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب لنغطي كل الفعاليات طوال اليوم ولحظة بلحظة. المحطة الأولى لموكب الرئيس كانت في مركز حملته الانتخابية في مدينة هامتراماك، والتي حظي بها بدعم من عمدة المدينة وقادة جاليتها. 60% من سكان هذه البلدة الصغيرة هم من المسلمين الأمريكيين. تحت عنوان مستقبل أمريكا في أوكلاند كاونتي، يجلس الرئيس ترامب خلفي هنا ليستمع إلى آراء العمال الذين تأثروا بالدرجة الأولى بالأزمة الاقتصادية، يستمع إليهم ويقدم لهم الحلول. Mr. President, we've been waiting for you. I know. It's so good. Please. Mr. President, thank you very much for giving Al Arabiya this exclusive interview. Yes. We'll have some fun. We'll do it right. Yes, we have to do it right. أما مؤيدوه فقد انتظروا لأكثر من 6 ساعات في مبنى انعقاد المؤتمرات في ديترويت، واستقبلوه بهتافات متواصلة، وهو لم يخيب آمالهم، حيث خطب بهم لساعتين من الزمن. First of all, Mr. President, thank you very much for this exclusive interview. First, I guess, to any Arab or international media. اللقاء الأخير في ميشيغان الليلة كان معنا مع العربية، حيث استقبلنا الرئيس خلف المنصة الساعة 9:30 ليلاً. I want to see the Middle East get back to peace. أريد للشرق الأوسط أن يعمه السلام، سلام حقيقي. أعتقد أنه يمكن تحقيقه وسلام مستدام. لدينا علاقات عظيمة مع المنطقة وسنعمل على تحقيق السلام وبسرعة. أكن كثيرا من الاحترام للملك ولولي العهد الأمير محمد. من المهم جدا تحقيق السلام في الشرق الأوسط وسيحدث. لدي أصدقاء عرب من كل الدول وآمل العمل مع ولي العهد وسنحقق السلام معا. Thank you so much, Mr. Thank you very much. And say hello to my friend. I will. ودعنا ليستقل طائرته الخاصة عائدا إلى نيويورك، لكن يومه لم ينتهي. فقد أخبرني أحد مساعديه أن الرئيس أجرى مكالمتين مطولتين مع داعميه، وأنهى جدول أعماله. وعقارب الساعة تقترب من منتصف الليل.